يا اهلا بكل حضراتكم من جديد في 10 الصبح في الاهلي. طبعا احنا ما بتعديش علينا يعني مجموعه حلقات من البرنامج غير لما بنتوقف على الاقل مره واحده اسبوعيا قدام نشاط من انشطه اي لجنه من لجان النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه بتكون حاضره بمنتهى القوه في مختلف المناسبات، ودايما بيكون يعني بينتج عنها اجواء لطيفه جدا من البهجه والفرحه ما بين كل الاعضاء ايا كان نوع الفعاليه ايه. الحقيقه فعالياتهم كتير، انشطتهم كتير، سواء كانت رياضيه، فنيه، ترفيهيه، توعويه. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن احتفاليه لجنه الطفل بالنادي الاهلي واجازه منتصف العام ونرجع نكمل الكلام. اولا التنظيم بالنسبه للنادي الاهلي فهو يعني حاجه ممتازه جدا من اول دخولنا من على البوابه لحد ما وصلنا هنا، يعني بلس وزاره الشباب والرياضه الاثنين برضو يعني موفر لنا كل حاجه في التنظيم. الاطفال يعني في سبوت عليهم وفي مفيش حد لو حد في مكان بعيد ولا حاجه، لا الاطفال عارفين يسيطر عليهم كويس قوي وكلهم مبسوطين. يعني ما اعتقدش ان ممكن يكون حد مثلا بعيد ولا كلام ده مش عارفين يسيطر عليه، لا المكان بسم الله ما شاء الله يعني التنظيم من الاهلي حاجه محترمه جدا ومن وزاره الشباب كمان يعني حاجه محترمه جدا. اولا الاهلي بفوزه بالبرونزيه امبارح ودي فرصه حلوه قوي النهارده ان احنا نحتفل مع الاطفال ومع اولياء الامور بفوزنا، كمان دي احتفاليه اجازه منتصف العام واعياد الشرطه، دي تاني ايفنت في 2021 واحنا عندنا مخطط وترتيبات تانيه لبقيه السنه لايفنتس اكتر وحاجات اكتر تساعد اولياء الامور والطفل على الاستمتاع في اجواء النادي الاهلي. دي اولا مش حاجه غريبه على الطفل انها تعمل حاجه في الاجازات. النهارده كان يوم بالنسبه لنا شويه ترتيبه كان صعب مع الاداره مع النادي لان اجازه نص السنه كان لازم على الاقل نفرح الاطفال بشكل مختلف. احنا اقمنا الحفله دي قبل كده في فرع النادي بمدينه نصر، فطبعا نظرا للظروف احنا طبعا بنحاول نرتب كل حاجه بشكل منسق بحيث ان ما يحصلش اي اختراق في الحاجات الاحترازيه الموجوده، فكان لازم يبقى فيه لكل واحد فينا تاسك عشان نقدر نطلع الموضوع بشكل كويس. النهارده فقراتنا كتيره جدا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، عندنا 3 فقرات فنيه واستعراضيه. وزاره الشباب مهتميه جدا، دكتور اشرف استاذ عزت دري رئيس الاداره المركزيه للطلائع بالسن من 8 ل 18 الاولاد، احنا عاملين انشطه على مستوى الجمهوريه خاصه بجميع المجالات الرياضيه والفنيه والثقافيه. النهارده موجود معانا في الايفنت اولاد هيقدموا فقرات جميله جدا من الغناء والكورال والعزف الموسيقى، وكمان معانا اولاد بيقدموا استعراضات ويقدموا فن تعبيري، مجموعه من الفقرات المتميزه. الفقرات دي بيبقى الاولاد بيتدربوا عليها لمده طويله جدا عشان يقدوها بشكل كويس. الحمد لله هم بيشاركوا في مهرجانات كتير داخل مصر وكمان كان خارج مصر قبل ازمه الكورونا. ده تاني ايفنت ليا احضره كعضوه في لجنه الطفل. الايفنت منظم جدا، مدام نداء داوود رئيسه اللجنه ما شاء الله يعني ادتنا كلنا تاسكات قمنا بيها، تاسكات كلها يعني قمنا بيها بنجاح الحمد لله. الولاد مبسوطين، الامهات مبسوطين، اليوم فيه حاجات حلوه كتير ولسه هينبسطوا اكتر. اولا احنا لجنه الطفل دايما بتعمل حاجه ان احنا بنتابع دايما اي حاجه حدث يكون موجود احنا دايما بننزل نشارك الاعضاء وبنشارك الاطفال فيها، فاحنا كان عندنا المناسبه اللي كانت موجوده عيد الشرطه وموجود عندنا اجازه نص السنه، واحنا متعودين ان احنا في نص السنه بنعمل دايما ايفنتات كتير للاطفال، وكان دايما احنا عملنا في السنتين اللي فاتوا عملنا فان داي في 3 فروع. جينا في مدينه نصر من حوالي شهرين احنا عملنا الحفله بتاع اعياد الطفوله، فقلنا ده كانت انسب حاجه ان احنا نعملها في نص السنه لاهل الجزيره، الاعضاء في اهل الجزيره ان هم طلبوها مننا فاحنا عملناها بمناسبه اجازه نص السنه وعيد الشرطه، وكان عندنا الاحتفاليه بتاعت البرونزيه امبارح، وكمان عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى عندنا عيد الحب، فقلنا مجموعه حاجات قدرنا ان احنا نجمعها مع بعض عشان ننزل نحتفل مع الاعضاء وابنائنا واطفالنا في النادي. اكتر فقره عجبتني فقره الاستعراضيه، وكمان عشان انا بحب الاستعراض وانا بلعب باليه في دار الاوبرا، واتمنى ان اليوم ده يتكرر تاني. حلو جدا وجميل
وعجبني جدا، وكمان مع الكابتن شريف كان حلو جدا، واتصورت مع اليونيكورن وكان حلو جدا، وعايزاه اللي هو يتعمل كتير جدا. حلو قوي يعني، هو كان يوم حلو يعني، كان حلو يعني وجميل، وانا يعني مبسوطه يعني اليوم ده برضو كان احلى يوم يعني في حياتي. شايف اليوم حلو، واكتر حاجه عجبتني الساحر، وصورت مع العرايس كلها. مبروك للاهلي والشناوي، صد كل الضربات، وانا مبسوط جدا ان الشناوي والاهلي كسب. الشناوي صد كل الضربات فعلا، فانا مبسوط قوي ان الاهلي كسب كده وحاجه.